طوي جمهور الاهلي في كل مكان غير والله، هو اللي يعني جاب ثلاث نقاط اليوم. اكيد بلا شك الدعم الكبير هذا اللي النادي الاهلي اللي قام من جمهوره، اعتقد هو اللي جاب ست نقاط وليس ثلاث نقاط. حتى المباراه الماضيه، حتى المباراه الماضيه، المباراه الماضيه من احلى جمهور شفناه في الجوله جمهور الاهلي. الجوله هذه برضه لا حتى الان تو باديه، ولكن جمهور الاهلي كان في الموعد، واعتقد انه الجمهور زي هذا يستاهل انه الفوز واهداء الفوز. صالح المحمدي، ما شك تلعب امام جمهور الاهلي؟ اكيد جمهور الاهلي الرقم الصعب، يعني جمهور خط النار، هذا الجمهور الذي وقف خلف فريقه، وجمهور الوفاء جمهور الاهلي، وهو دائما السلاح والباور والقوه لجميع لاعبين الاهلي. اي لاعب يلعب وخلف هذا الجمهور اعتقد انه محظوظ، ولاعب مطلوب منه يقدم مجهود اكبر من المجهود اللازم. واعتقد اي لاعب يستمتع مع هذا الجمهور، جمهور مميز، جمهور داعم، جمهور صحيح، يعني بس يقول لك استمتع واحنا خلفك. قلت اكيد جمهور، والله ما اعرف قيمه الجمهور اللي يلعب اذا شالك وانت في أسوأ حالاتك. يعني جمهور الاهلي يضرب فيه المثل، كما شال الفريق كان في سنوات غير موجود، اوقف على قدميه ووصل للمنصات